هاي فراولاتي، كيفكم اليوم؟ اليوم كتير متحمسة لهذا الفيديو. ليش؟ لأنه عن مهرجان الشوكولاتة. هلأ في الكتير منكم بيحب هاي السلسلة، وإن شاء الله بكل رمضان رح نرجع لها، رح أسوي لكم وصفات كلها من الشوكولاتة، الكريمة، أشياء لذيذة، عجيبة، غريبة. المهم أهم شيء إنها تكون سهلة والكل يقدر يسويها بنفسه. أتوقع إنه الباكج وصلني، فلازم أروح. وصلنا هالباكج الملابس، قطع علي التصوير. المهم شو كنا نقول؟ فراولاتي السنة اللي طافت كنا مسوين حملة توصيل ميمي للمليونين، وفعلا فعلا في آخر شهر رمضان وصلتوني للمليونين، وعن جد شكرا كتير كتير على دعمكم وعلى محبتكم. وهاي السنة حابين نسوي نفس الشيء، بما انه احنا الحين قربنا نوصل لثلاث ملايين وعائلتنا صارت تكبر اكثر واكثر، فحابة كلكم تساعدوني عشان نسوي حملة توصيل ميمي لثلاث ملايين في آخر شهر رمضان. اكيد اكيد طبعا نقدر عليها بدعمكم وبمحبتكم انتو. فبليز حبيباتي لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وكمان اشتركوا بالقناة. وبلا ما اطول عليكم خلينا نبلش. في هاي الوصفة رح نحتاج 300 جرام من اوريو، 100 جرام من الزبدة، 250 ملي من كريمة الخفق، 200 جرام من الدارك شوكولات، وواحد كندر بوينو. الحين رح ناخد الاوريو رح نطحنه بالميكسر او اي شيء متوفر عندكم عشان يصير بودرة زي ما انتم شايفين. بعدين رح نضيف الزبدة، نمزج العجينة او البودرة عشان تصير عجينة متماسكة. رح ناخد صينية ونحط عليها العجينة. لازم نكبس على الاوريو عشان يصير شكله زي كده. بعدين نحطه بالبرد لمدة ساعة، وبنفس الوقت رح نحضر كريمة الخفق. رح احطها بنار هادية عشان يدوب يصير شكلها زي الحليب، وبعدين راح احط الدارك شوكليت. هلا ممكن تضيفوا الكيندر بوينو لو حابين، وبعدين بس اخلط عشان يدوب الشوكليت ويصير كريمي. يام يام يام. وهلا راح اضيفه كطبقه ثانيه على الاوريو بهالطريقه. حبيت ازين التارت بالكندر بوينو، ممكن انتو تزينوها مثلا بالفراولة او فواكه او اي شيء متوفر عندكم. حطيتها بالبرد لمدة ساعتين، ممكن تحطوها 3 ساعات 4 ساعات ليلة كاملة اللي يعجبكم، وبعدين رح تشيلوها من الصينية وتقطعوها وتقدموها بهالطريقة. ممكن طبعا تقدموها مع الشاي او وقت السحور، كتير يامي، ما تحتاج للفرن، مكونات سهلة كتير و طعمها ولا اطيب. بليز حبايبي لو جربتوها اكتبوا لي كومنت تحت. الوصفه الثانيه رح نحتاج الى الزبده، سكر الاسمر مع الخلط، بيضه واحده، ملعقتين من الفانيلا اكستراكت وهي اختياريه، ملعقه صغيره من القرفه، ورح اخلط المزيج بهالطريقه، وبعدين رح اضيف الطحين مع الخلط. ضفت كمان شوي من الشوفان عشان حبيت اخليها شوي صحيه، والدارك شوكليت. وهلأ رح أضيف الكندر بوينو، قصقصته زي ما انتم شايفين، ورح أضيفه ورح أمزج الخليط. وهلأ رح نحضر الصينية، صينية الفرن رح أحط عليها الورق الألمنيوم، ورح أحط عليها كريات الكوكيز. هذا هو شكله، مو ضروري يكون بيرفكت، ولازم نخلي فراغات ما بين كوكي وكوكي. وبعدين نحطها بالفرن درجة الحرارة 170 درجة مدة 12 دقيقة ل 15 دقيقة لين يتحمروا ويصير شكلهم زي كده، ريحتهم وطعمهم ولا أطيب. الوصفة الثالثة رح نحتاج لنص لتر من الحليب، أعواد من القرفة، رح أحطها على نار هادية لين يستوي الحليب، وبعدين رح أشيل أعواد القرفة، رح أضيف ملعقتين من الكاكاو باودر مع الخلط، وبعدين رح أضيف الشوكولاتة السوداء. طبعا رح أحط لكم التفاصيل كلها بصندوق الوصف تحت بالجرام وكل هذه الأشياء، ورح أطفي النار عليها، وبعدين رح أقدمها بهالطريقة. مشروب شوكولاتة ساخن كتير يامي، ممكن تشربوه أو ممكن تاكلوه بالخبز المحمص، طعمه رهيب رهيب كتير.